بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا في المؤتمر العالمي للاستدامة، والذي نفخر جميعنا حكومة وشعبا باحتضانه لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، وتحديدا في مدينة دبي. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تفتخر دوما باستضافة مثل هذه الأحداث العالمية والهامة، والتي انتهت اليوم بنجاح. وها نحن اليوم نشهد انعقاد هذا الحدث البارز على أرض الدولة. وشكراً.